السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله دي بيكون سلسلة حلقات يعني مختلفة عن كلمتين وبس، لأن كلمتين وبس بتستخدم رسائل الفيسبوك اللي هي عبارة عن 20 ثانية، دي هتبقى إن شاء الله أطول شوية، بس إن شاء الله لن تزيد يعني عن 5 دقائق بالكتير لو حلقة طويلة يعني. كان الاسم المقترح جلسة أحباب، جلسة أحباب وبعدين ريست على دردشة. الهدف منها يعني مجرد دردشة ما بين الأهل والأصحاب والأصدقاء، الناس اللي تعرفنا بشكل شخصي أو حتى معرفة فيسبوك فقط ولم نتشرف بلقاء يعني على أرض الواقع. الهدف يعني هيكون موضوع مفتوح، يعني مفيش موضوع محدد، يعني مجرد دردشة زي ما قلنا. حبينا النهاردة إن شاء الله نبدأ ندردش في موضوع قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهي كمان تسمى أم القرآن، أم الكتاب والقرآن العظيم، ولها أسماء تانية اجتهادية: سورة الحمد، الكافية، سورة الدعاء، الشكر، الشفاء، المناجاة، سورة الكنز، سورة النور. وهي تعتبر أول سورة في القرآن كترتيب يعني، وليس في النزول يعني. وهي ركن أصيل من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها يعني. الهدف منها النهاردة مش إن إحنا طبعا مش هنفسرها يعني، التفسير متاح وكده، المقصد بس هنركز على نقطة يمكن شوية مش يعني مش واضحة، مش مركز عليها شوية، ألا وهو إننا أو جميعنا يعني مع اختلاف أعمارنا صغير كبير، مع اختلاف مستوى تعليمنا، تعليم عالي متوسط مفيش، إنما كمسلم لازم أكون أولا بالتأكيد أحفظ سورة الفاتحة عشان إن أنا أقدر أصلي، وكمان مطلوب إن أنا أكون بقرأها بشكل صحيح، يعني مش بقول بالتجويد وأحكم التجويد، لا وده مطلوب طبعا، وعلى الأقل أكون بقرأها بشكل صحيح من تشكيل ومخارج الحروف. طيب إيه العمل؟ موضوع بسيط جدا، عندك في مسجدك حد من أقربك حد متخصص يعني، جمعة إجازة، مقرئ، بحيث إن أنت تصحح تلاوتها على إيده، أو يعني إذا غلبت الروم زي ما بيقولوا نلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني الحاجة أسهل ما عندنا إن أنا أسمعها، وأسمعها بالتلاوات التعليمية زي كده، مثلا نسمع الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فدي من الأساسيات المطلوبة ليا كمسلم ولمن أعوله كمان، أخويا، أختي، ابني تحت رعايتي يعني. وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة أخرى.